بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السيدات الحاضرات، منذ مدة طويلة وهوس تحويل النقاش حول البيئة بكل مشاكلها إلى طريق القضاء والقانون يسكن أعضاء جمعيتنا. هوس وحلم البارحة أصبح حقيقة اليوم بفضل هذا اللقاء الذي لا شك أن أسفاره ستعرف النجاح بفضل وزن الأسماء المشاركة في ميزان رجال القانون والقضاء وممثلي القطاعات الحية كوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والخدمات، وبفضل حضور هذا الخليط العجيب والجميل من رجال القانون واقتصاد وطب وقضاء وتعليم وصحافة ومهندسين ورجال أعمال وسياسة وموظفين من جميع القطاعات وكذا المجتمع المدني الحقوقي بنوعي الجمعوي والسياسي. Donc je vais vous présenter quelques contributions à notre niveau. Donc comme vous le savez, l'environnement chez Nestlé c'est quelque chose de primordial. C'est parmi les points que nous on véhicule vis-à-vis de l'extérieur, comme quoi on est un opérateur qui protège l'environnement. Donc si je prends par exemple l'impact qu'on a fait, c'est avec la nouvelle loi qui est sortie, on était obligé de changer nos chaudières avec des nouveaux chaudières de haute performance pour atteindre le seuil demandé par la nouvelle loi qui est sortie sur l'environnement. Donc ici, donc, je ne vais pas parler, on a pris l'initiative d'être avec l'ADRE, c'est le programme d'audit énergétique à l'échelle marocaine. Et on était parmi les premières sociétés à adhérer à ce programme. Comme vous voyez, c'est la loi sur les études d'impact sur l'environnement. هذا القانون يعني وضع آلية استباقية للوقاية تمكن من تقييم آثار الناتجة عن مشاريع الأنشطة والأشغال. القانون يعني تم إحداث لجنة وطنية اللي تكلمنا عليها سي لا كوميسيون سونترال كتكون في لا باغتي ديشي دونجور فيما يخص يعني لي ديشي اللي هماش النفايات الغير منزلية ولكن غير خطيرة، يعني بما فيها النفايات الطبية الصيدلية والصناعية. إذا كان التدبير ديالها بشكل جهوي، وراه يعني حتى هو المشروع راه سيتم اللونسمون ديالو انسيسمون إن شاء الله. أما فيما يخص يعني اللي كنلقاو براتيكمون في جميع براتيكمون سيغمون في جميع لي كومون وجميع الآخرين وهو النفايات ce qu'on peut retenir ان هذا القانون الاطار يعني تم المصادقه عليه في مجلس الحكومه وتم يعني التداول والمصادقه عليه في مجلس الوزراء وهو حاليا يعني امام يعني اللجنه المعنيه بمجلس النواب للمناقشه استراتيجيه محليه ترتكز على اربع اطارات اطار السياحه اطار المناطق الخضراء وفي نفس الان يعني الجديده كتطمح يكون عندنا قطب صناعي مهم يعني منطقه صناعيه اللي كتوفر وكتحترم المعايير المحدده من منظمه حق في الحصول على الماء وكذلك على عيشه سليمه وكذلك حق التنميه المستلمين البرنامج انه فعلا القوانين الزجريه التي يعني من اهداف القانون الجنائي هو تحقيق ما يسمى بالردع العام وكذلك الردع الخاص لان الردع العام عندما تكون يعني ما يتعلق بالقوانين المتعلقه بالبيئه تمتلك من القانون اللي صدر اثناء الحمايه الفرنسية والقانون المتعلق باستعداد الغابة لتعديل هذا القانون أصبح يعني تقريبا دوز عليه دابا واحد قرن الزمن. هناك ترسانة أخرى من القوانين التي ممكن الإشارة إليها يعني في البداية ديال هذه الجلسة، ولكن للردع المطلوب المتعلق بتدبير النفايات النفايات الخضراء، النفايات الصناعية، التربية، يعني النفايات الخضراء.
بين ثلاثة المواد التي متنمرة أيضا على النشاطات الفضائية. هذا حدث عين شرعي وهي دور بالأمن القانوني، لأنه لا يمكن في هذا الإطار مكتسب قانوني على الجمعيات التي لها هذه الصبغة. كنعرفوا أنها ماشي جميع الجمعيات بالنسبة للصبغة العمومية، يخصها الصبغة العامة، يخص واحد المسطرة خاصة لا مجال لذكرها، وبالتالي عندما تكون هذه الجمعية التي تحقق المصادر في الحقيقة، ولو انه المشرع يقول لك تنتصب المدنيين، ولكن خص يكون مكتسبات شرعية يسمح لها كذلك بالتحقيق. والكون هو كتاب مرئي لله، الله تعالى عنده كتابان، كتاب مقروء القرآن، وكتاب مرئي هو عالمية بالأمم المتحدة أكبر شاهد على مظاهر التنبيت البيئي. إذا كنا اليوم نتحدث عن الدستور المغربي، فاللهم الدستور الإلهي القرآن الكريم هو فوق الزمان والمكان، يعطي بيانا ظهر الفساد في البر والبحر. ما هو السبب بما كسبت؟ المقصود تعمير الأرض، أننا خلقنا من أجل تعمير الأرض الذي خلقكم من الأرض ثم استعمركم فيها، فنطالب بتعميرها. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الداخلية كلها لها علاقة بهذا التلوث، وأنا أشد على يد هذه الجمعية جمعية القلب الكبير. فيوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أقوم بالتحدث عن بعض النقاط التي أرى أنها لا تبالي في هذا الموضوع الآن، مهدئة بخص تهيئة للعنصر البشري وخص نصوص جديدة. إذا ما تعبنا القرار صدرنا بالنردي لكي يعتبر وسيلة إثبات، يجب أن نكون صادقين. أقول ما قال الإمام علي لقاضيه شريح، قال له يا علي يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي. هذا عضو ما عندوش إضافة، هذا ما تزوجش ليه، والإعلان العالمي اللي احنا موقعين ليه ومصادقين عليه تيقول لنا تزوجش ليه وتيش نوقفوا عليه. لكن الإنسان هذا في المبدأ أي أنه في المبدأ، ولكن خصنا واحد نقلل المسؤولية ديالو. لكن الوضع الإداري عاود طرح الدعوة من طرف أي إدارة كطالب بإلغاء يعني إما السلطة إما الإنتخابات. كنتمنى أن يكون معنا شيء ممثل على إن وخلاف هذه الشركة اللي احنا فيها لن تساهم في تحديد أو هذا المطرح ديال النفايات، ما كاين لا مراقبة، يعني ما كاين حتى احترام ديال كناش تحملات، واش كاين شي مسؤولية ديال الوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يعني الجديدة في السبعينات حيث كان عاملا سابقا وكانت جلسة دامت 3 أيام في مقر العمالة، وطلب أن يؤخذ واحد تخطيط صناعي لمدينة جديدة، ورفض السيد العامل السابق أن مدينة جديدة عليها أن تبقى مدينة سياحية، وأزيل العامل وخرقت الدولة القرار. والفرق بين الأرض والأرض هو الطريق. وشكرا. الشريعة الخاصة المتعلقة بالبيئة، وهي أنه المشروع أو كذا
اتفاقات مخالفة إلى دمرة القضائية وإلى الأعوان الإدارة المحلفون يعني يتحولون. هناك شكليات سواء مثلا ما يبقى الأحكام ثابته على العلم الحكوميه على اساس واستفاده الكونتابيتا اجل تحقيق العداله وحده. يعني واحد كلمه شجاعة من الإخوان اللي مسؤولين وحاضرين ويناقشوا ويدافعوا على هذا ويقولوا بطبيعة الحال جميع المسائل. هذه تدل على أن هناك مقاربة تشاركية أو هناك حاضرين معنا في هذا اليوم اللي هو في الحقيقة غناخذ منه في الوقت لأن مجموعة تاع الأسئلة اللي هي عندي غنسحبها بحكم أنها داز في السابق احتراما للتوصيات تاع الاخوان، وعندي مجموعه تاع التوصيات غنعطي الاخوان اللي هم مكلفين كلمه حق لابد ان اقولها في حق الجمعيه اللي هي جمعيه فتيه تنظم هذا النشيط داخل مؤسسه شركه مواطنه حقيقيه. جماعات محليه ولا حتى المجتمع المدني في التقييم ديال هذه الدراسه في كل مرحله من المراحل ديال الانجاز ديالها. ودابا حاليا في المرحلة الثانية سون ابال دوزيام ميسيون بلوتو وكتنص خصوصا كتنص على انجاز يعني تقرير سنوي او دوري اللي كيعطينا تقييم حقيقي للحالة البيئية على مستوى الجهة. يعني غنكون عندنا تقارير دوليه، ملي كنقول تقارير يعني ان رابور سوغ ليطا دو لونفيرونمون دو لا ريجيون، يعني ماشي ورقات المعنيه. في الوقت اللي يعني الجماعه هي المعني رقم واحد بالنسبه لهذاك المشروع فيما يخص حمايه الساكنه من التلوثات المحتمله لواحد المشروع معين، ما تتكونش الجماعه، يعني ماشي غير زعما ني با انفيتي. راه انفيتي ولكن ما تيكونش يعني هذا الممثل ديالها. هنا تنظن نقطة من النقط غادي نجاوب عليها ثلاث نقط. النقطة الأولى كنسولو على رفع الدعوة إذا تعلق الأمر بالنفايات. إذا كاين هنا جوج مصادر، إما مصادر الأمريكية جيم كراو اللي هذا القانون اللي كان كيبيح المستثمرين خاصة البيض باش يديروا منشآت في المناطق ديال الناس الزوج أي السود. وكانت قضية غدا في المسائل وهنا أن كيضاعف التلوث وما عندوش بعدا كاين في ديك المناطق ديالهم ما عندوش أبسط الوسائل باش يعيشوا، كتزيدو منشأة كتحطها لي حدا الدوار أو حدا مثلا